بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحلاوة الطحينية. بس علشان نعمل الحلاوة الطحينية مع بعض محتاجين نعمل الطحينة برضو في البيت زي الحلاوة الطحينية. ان شاء الله نعمل كل حاجة من البيت. انا عملت معاك فيديو قبل كده عن الحلاوة الطحينية بس هي خلصت من عندي، فانا علشان اسفة عملت الطحينة، فانا علشان اعمل الحلاوه الطحينيه معاكم هعمل تاني طحينه، فقلت برضو ايه زياده تاكيد نشرح الطريقه تاني مع بعض علشان اللي ما شافش الفيديو او اللي ما شافتهوش تشوفه تاني. مقادير الطحينه عندي كوبايه سمسم ابيض وكوبايه زيت وكوبايه دقيق ورشه ملح. الزيت عندي هنا انا مش مرتبطه بكوبايه واحده، ممكن كوبايه الا ربع، ممكن نص كوبايه على حسب الخليط ما يجمد معايا، لان انا لما حطيت مع كوبايه بحالها المره اللي فاتت كنت حاسه ان الطحينه كانت خفيفه شويه. دلوقتي انا هعمل ايه؟ هجيب طاسه هحط فيها السمسم وطاسه هحط فيها الدقيق. انا مش هعمل اي حاجه غير اني هسخنهم بس هما الاثنين علشان الدقيق ما يدخلش بحالته النية ديت على الطحينة. لكن انت لما بتسخنيه شوية على النار بيديكي تيست شوية كده لطعم الطحينة، والسمسم علشان خاطر يخرج الزيوت اللي فيه. مش هعمل فيه اي حاجة تانية غير هو بس كده، هسخنه بس مش اكتر ولا اقل. ده كله علشان يساعد معايا ان طعم الطحينة يكون حلو، ما تحسيش بالدقيق وانتي بتاكلي الطحينة. يعني الخطوة ديت كأنك بتسوي الدقيق. انا بس هفضل اقلب فيه كده بشويش على نار هادية جدا يسخن بس، وهرفعه من على النار. والسمسم نفس الحال، السمسم يكون ابيض مش متحمص يا بنات. تمام كده خلاص سخن معايا. ادي كوبايه السمسم وادي كوبايه الدقيق بعد ما فضيتهم هما لسه سخنين اهم. هجيب بقى عندي في مطحنه الخلاط هحط كوبايه السمسم، شايفه لسه سخنه عشان الكوبايه عرقت ميه اهيت والسمسم لزق في الكوبايه. هطحنها في المطحنه كويس جدا لحد ما المطحنه تقف وما ترضاش تلف تاني وارجع بالمنظر ده كده، هو ما بيرضاش يلف اكتر من كده فيها. هحط لها شويه زيت بقى، معلقه معلقتين ثلاثه اربعه ربع الكوبايه زي ما تحبي حسب ما السمسم يلف معاكي في قلب المطحنه. هضربهم كويس قوي وانعمه كويس قوي زي كده. تمام، اجيب بقى الخلاط اضيف فيه السمسم اللي طحناه في المطحنه واضيف له الدقيق واضيف له رشه الملح والزيت. مش هنزل بيه كل مره واحده، انا هحط تدريجيا لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. احتمال كبير ما احتاجش كوبايه الزيت كلها. ادي كده تمام الكميه عندي، عملت لي كوبايتين زي ما انت شايفه، هو ده القوام المطلوب. هي كمان لسه سخنه لان الدقيق والسمسم سخن، فهي ممكن تكون طريه شويه، لكن لما تقعد شويه وتبرد وتتحط في التلاجة هتجمد كتير عن كده. انا ما حطيتش كوبايه الزيت كلها، فاضل من الكوبايه ربع الكوبايه تقريبا، فانت زي ما بقولك حطي الزيت تدريجيا. كده عملنا الطحينه، نجهز بقى حاجه الحلاوه الطحينيه. شايفه القوام؟ امشي على نفس الخطوات ان شاء الله تلاقي حاجه تعجبك باذن الله. انا هنا جهزت حاجه الحلاوه الطحينيه، هعمل حلاوه طحينيه بالكاكاو او بالشوكولاته وحلاوه طحينيه عاديه. عندي الحلاوه الطحينيه اللي بالكاكاو كوبايه طحينه، كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، ومعلقتين كبار كاكاو خام. والحلاوه الطحينيه البيضه كوبايه لبن بودره، كوبايه سكر بودره، كوبايه طحينه، ونص معلقه صغيره فانيليا. وعندي هنا للتزيين سوداني. اول حاجه هعملها خطواتها سهله جدا جدا جدا، مش محتاجه اي حاجه. هحط اللبن والفانيليا والسكر وهنزل عليهم برضو تدريجيا بالطحينه. قوام الطحينه المفروض يبقى عامل زي يعني الرمل المبلول، لما تمسكيه كده تلاقيه بيقفش ايه في ايديكي، لكن لو فركتيه بيتفرك معاكي. طبعا انا مش هنزل بسائل الطحينه كله علشان احتمال كبير ما احتاجش كله، علشان خاطر ما تعجنش مني، ما ينفعش اتعجن، فانا هنزل بيه بشويش لحد ما يديني القوام المطلوب. يعني ما ادلقهاش كلها واستسهل، لا ممكن تبوظ الدنيا معايا.
تمام كده، ابتدي بقى اعجنها بايديا علشان اقدر احس اكتر انا محتاجة يعني طحينة تاني او لا. لا لسه محتاجة شوية، افضي بقية الكوباية وابتدي اعجنها تاني. شايفة اول ما تضغطي عليها كده وترجعي تفركيها تلاقيها بتتكسر معاكي. انا كده حطيت كوباية طحينة، كوباية سكر بودرة، كوباية لبن بودرة. عندي بقى هنا شوية سوداني مكسر، كسرتهم كده بايديا وحطيتهم في قلب الخليط بتاع الحلاوة. هجهز عندي بقى الحاجة اللي انا هقدم فيها شكل الحلاوة او الحاجة اللي انا هحطها فيها. ما عنديش برطمانات للأسف، او ما عنديش علب اقدر ان انا احط فيها، فانا ايه يعني ايه الجيش قالك اتصرف. فجبت كوباية كبيرة عندي كده، حطيت في قعر الكوباية من تحت شوية سوداني، وهنزل بقى بالحلاوة. اهم خطوة، اهم خطوة في المرحلة دي انك لازم تضغطي عليها جدا جدا جدا، لازم تضغطي عليها جدا لحد ما تبقى ناشفة معاكي وما يبقاش في اي فراغ في الحاجة اللي انت بتعملي فيها، في العلبة او الكوباية او البطرمان، ما يبقاش في اي فراغ خالص تنشف معاكي جدا. اضغط كويس جدا، وشوية سوداني كده برضو ايه من على وشها. هقفلها بقى كويس واركنها على جنب لحد ما اعمل حلاوة، الحلاوة اللي بالشوكولاتة، وادخلهم مع بعض التلاجة. اضغط كويس جدا جدا جدا، ما تقيديش نفسك تحطيها في ايه، اي حاجة زي ما انت شايفة انا حطيتها في كوباية، يعني مش لازم علبة او بطرمان. هجهز بقى دلوقتي للحلاوة اللي بالكاكاو. ده باقي الخليط اللي اتفضل معايا من بقية الحلاوة. هعمل نفس العملة برضو، هفضيه في كوباية تانية واضغط عليها كويس جدا. واركنها برضو على جنب، انضف المكان عندي كويس، وانضف الطبق اللي انا عملت فيه الحلاوة بفوطة نظيفة كده، اديها مسحة صغيرة بس. اجهز عندي كده، عندي كوباية بتاعت الطحينة ناقصة شوية، فانا هكملها كوباية طحينة كاملة، مش ناقصة معلقتين، مش زايدة معلقتين، كوباية بحالها. دي بقى مقادير الحلاوة اللي بالشوكولاتة، كوباية سكر بودرة، كوباية لبن بودرة، كوباية طحينة، ومعلقتين كبار كاكاو خام. انا ممكن احط الحلاوه بعد، قصد احط الكاكاو على الحلاوه بعد ما انزل بالطحينه، فتديني الشكل اللي هو الرخامي اللي احنا بنشوفه في الحلاوه كده، بس انا قلت تغيير يعني ايه. لا انا هحط الحلاوه، يعني انا عايزاها كلها تبقى بلون الشوكولاته. هنزل بقى برضو بالطحينه واحده واحده واقلب. طبعا السكر عامل حبيبات، فانا لازم افركه كويس جدا لحد ما السكر كله يدوب فيه. الحلاوة الطحينية من الحاجات اللي لما بنشتريها من بره مش كل مرة بتطلع معاكي بنفس الطعم، يعني لو جربتي كل مرة تجيبي حاجة مختلفة او ماركة مختلفة هتلاقيها كل مرة بطعم مختلف.
اعمليها انت في بيتك وكل مرة تطلع معاكي نفس الطعم ونفس ال يعني نفس الحاجة اللي تعجبك ان شاء الله وتعجب اولادك، وحاجة معمولة في البيت بنظافة. همشي على نفس الخطوات بقى اللي مشيت عليها اول مرة واقفلها تمام كده، اضغط عليها كويس جدا جدا، وهدخلهم هما الاتنين التلاجة من ساعة لساعة ونص واطلعهم. كده انا طلعتهم هما الاتنين اهم، قعدوا في التلاجة حوالي ساعة ونص او ساعتين زي ما انت شايف بمنتهى السهولة. هتشد الكيس اللي احنا حطيناه وهنطلعها كده بمنتهى السهولة. ده شكلها جميلة جدا جدا. نفتحها بقى من جوه كده ونشوف شكلها. بالراحة جدا واحنا بنفتحها لانها ممكن تتقطم. شايفة شكلها من جوه ناعمة ازاي ومتماسكة جدا جدا. ده نتيجة الضغط، الضغط عليها جدا جدا هو اللي بيطلعها من جوه متماسكة بالشكل ده، ما فيهاش اي فراغات، او احنا مش عايزينها هشة، احنا عايزينها مكبوسة كبس. نفتح كده اللي بالشوكولاتة زي ما انت شايفة، نتيجة هايلة ورائعة. ان شاء الله تجربيها بإذن الله وتعجبك. يا رب تكون عجبتك. يا ريت شير ولايك وسبسكرايب. شكرا لكم، سلام عليكم.